في اعتراضات في حياتك حصلت وبعد ما اعترضت ندمت على هذا الاعتراض؟ نعم. أو حسيت إنك كنت غلطان؟ نعم. وبتعترف بالغلط؟ نعم. حصل؟ نعم. يعني أنا كنت طالب في كلية طب الأسنان، واعترضت جامد جدا على إن والدتي رحمها الله خدتني من كلية طب الأسنان، قالت لي لا أنت تروح الكلية الحربية، وكنت ناجح في الكلية الحربية ومنتظم في كلية طب الأسنان في الشهور الأولانية يعني. فكنت معترض جدا وحزين جدا وزعلان جدا وسائر جدا، وقولي بقى كل اللي انت عايزه تقوليه. لكن لم ادرك قيمه ما اخترته لي امي الا بعد كل نجاح انا كنت بحققه في حياتي من وانا ضابط صغير. كل نجاح اعمله اشكرها واروح اقبل ايدها واقول لها فعلا انت اخترتي لي الصح، انت اخترتيلي كويس.